خلوني احكيكم شوي اليوم عن النوتريشن فاكت او المعلومات الغذائيه عن التشيبس. كنا بلشنا بالاسبوع اللي فات نحكي شوي ونعطي معلومات غذائيه ونحكي مع بعض عن الطريقه اللي لازم نقرا فيها، لازم اي برودكت اي منتج نروح على السوبر ماركت لنشوفه لازم لنجيبه، لازم نتطلع ونقرا عنه المعلومات الغذائيه اللي موجوده فيه، لانه في كثير اكلات بنجيبها وما بنعرف من شو مصنوعه، ما بنعرف شو فيها، ما بنعرف انه نحن مثلا اذا عندنا نحن بحاجه نخفف الملح، ما بنعرف اذا الأكلة مظبوط بتحتوي على ملح ولا لا، لأنه ما بنقرأ عليها. لازم من هلا ورايح يصير الهدف كل ما نروح على أي محل نشتري فيه منتوجات، أول شغلة نعملها نقرأ على المنتوجات. لازم هالثقافة تكون موجودة بكل بيت، لأنه هي ثقافة كتير مفيدة وكتير مهمة وكتير بتخلينا نبعد يعني عن يعني نتوقع ونبعد عن الأمراض من وراء طريقة تغذية صحيحة، من وراء توعية، ومن وراء أنه نحن عم نعرف شو عم ناكل. لكن اليوم رح أحكي عن التشيبس. ليه؟ لأنه التشيبس طبعا منتج متداول كتير، موجود كتير، الكل بحبوه، الكل بيأكلوه، الكبار والصغار بيتناولوه. وطبعا معروف انه التشيبس منه كتير صحي، منه كتير مفيد، ودايما كل اخصائيين التغذية بيتكلموا وبيحكوا عن التشيبس. اليوم حبيت ضويلكن على التشيبس تحديدا على الكمية اللي هي موجودة، يعني قديه فينا ناكل التشيبس. هو صحيا لازم قد ما فينا نبتعد فيه نهائيا، بس بدي اقول لكم قديش كميه تشيبس قليله اللي بتحتوي على وحدات حراريه عاليه. هلا على الشاشه رح يبين عندكم المعلومات الغذائيه اللي موجوده على كيس تشيبس، ورح نبلش اقول انه بدنا ننتبه من شغله، الوحدات الحراريه اللي بتكون موجوده على كيس تشيبس، يعني هون عندنا 140 وحده حراريه. كتير بفكروا انه ال 140 وحده حراريه موجودين بكيس التشيبس كله، للاسف ال 140 وحده حراريه بيكونوا موجودين بعدد معين من حبات التشيبس، يعني هون حاطين فوق السيرفينج سايز ولا قد ايه كميه اللي نحن فينا ناكلها او الكميه اللي موجود فيها 140 وحده حراريه هي 12، يعني 12 حبه تشيبس تحتوي على 140 وحده حراريه. مش كل كيس التشيبس اللي بيحتوي على 140 وحدة حرارية. طبعا إذا بدنا نتطلع نسبة الدهون عالية جدا اللي هي 11%، وعندنا نسبة الصوديوم اللي هو الملح كمان كتير عالي. دايما بذكركم انه نحن ما لازم نعلى عن 5% تنقول انه هيدا المنتج صحي، ما بيحتوي على صوديوم كتير وعلى دهون كتير. صوديوم عندنا اياه 280 ميلي جرام ب 12 حبة، بذكركم يعني للاشخاص اللي بيجيبوا كيس تشيبس كامل وبياكلوه اكيد رح يكونوا عم ياخذوا اكثر من 280 جرام، يعني ممكن يكون ال 12 حبة هي تقريبا ثلث الكيس، ممكن يكونوا عم ياخذوا ثلاث مرات اكثر صوديوم إذا أخذوا كيس تشيبس كامل، بدل ما ياخذوا مثلا 280 جرام أو 300 ملي جرام، ممكن ياخذوا 900 ملي جرام اللي هو رقم كتير عالي. كيس التشيبس بيحتوي على نسبة ملح عالية جدا جدا جدا، حرام نكون عم نعطيه لأطفالنا، حرام هالنسبة الملح نكون عم ياخذوها الأطفال، حرام لما طفل يكون شاطر أو لما يعمل شيء حلو أو لما يسمع الكلمة نروح نقول له تعا خذ كيس تشيبس، حرام نعودهم على هالشيء، حرام نحن ككبار كمان نكون عم نتناول التشيبس، عم نخلص كل احتياجاتنا من الملح أو من الصوديوم بقلب كيس تشيبس صغيرة، تخيل يعني شو عم نعمل بجسمنا. فأكتر شيء لكن بدي شدد عليه بكيس تشيبس اللي هو الدهون المشبعة اللي هي عالية، الصوديوم اللي هو عالي، والألياف الغذائية اللي هي قليلة جدا طبعا، جرام واحد اللي هي 4%، يعني تتشوفوا قديش أقل منتج غذائي بالعالم موجود بيحب، أقل منتج غذائي جيد ومفيد هو التشيبس. مشان هيك أنا اليوم اخترت أحكي عنه تفرجيكم قديش منه جيد، وتقلكم انتبهوا كيف تقروا على كيس تشيبس. 140 وحدة حرارية موجودين بس ب 12 حبة، أنتم أكيد لما تجيبوا كيس تشيبس رح تاكلوه كله. و 280 ملي جرام من الصوديوم موجودين بس ب 12 حبة، انتو اكيد لما تاخدوا الكيس كله رح تكونوا عم تاخدوا كمية هائلة من الصوديوم المضر جدا لصحة الاطفال ولصحة الكبار. فقد ما فيكم ابتعدوا نهائيا عن
تناول الشيبس.